كمان القضية اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده احنا حققناها، فكرة الأب اللي يعذب أطفاله يعني إنه تحت تأثير المخدر. شوفوا إزاي العائلات بتتحطم وتتفكك ويقوم واحد منهم يموت. جريمة بشعة ووحشية، لكن زي ما بقول لكم احنا بنسلط الضوء على هذه القضايا لانها بتحتاج لتحليل نفسي واجتماعي. احنا بنكتفي ان احنا بنتعامل معاها في صفحات الحوادث فقط. جريمة يتجرد فيها الأب من أبوته بسبب تعاطيه المخدرات. فقد الأب عقله وحبس أولاده واستمر في تعذيبهم يوما كاملا حتى مات ابنه. فر الأب هاربا ولم يتم العثور عليه حتى الآن. ناس اتصلوا علي وقالوا انت عرفت اللي حصل لابني؟ قلت انا ما اعرفش حين. قالوا ده ابنك مقتول في المستشفى، ابوه ضربه لعند لما قتله وميت، وأخته مشوها في المستشفى. طلعت على المستشفى مش لقيت أي حد، ما شفتش حد. طلعت على المركز الشرطة لقيتهم هناك بيقولوا لي ده ابنك اتقتل ومات، والعيال مشوا هنا. شفت العيال فعلا في الجسم. طب أنا عايزة أشوف ابني في المشرحة، طب أنا عايزة أعرف الدنيا فيها إيه. قالوا اطلعي على النيابة. طلعت على النيابة، في النيابة هناك رئيس النيابة دخلت له فقعدني مع العيال، والعيال حكوا لي كل اللي حصل. قالوا يا ماما محمد شتم ستو، ولما شتم ستو راح أبونا مسكنا من العصر لعند الفجر يضرب فينا بالخشبة شومة مرة، والكرباج مرة، بالكهرباء مرة، خرطوم مرة، ومكتف ويضرب ويطلع يشرب بانج ويتهوى عليهم ويرجع يدخلوا لهم تاني يقعد يضرب فيه. المشرحة رحت استأذننا، عملنا إذن من النيابة، ودخلت أنا وبنتي وشفناه وقلبت فيه، لقيت الولد متبهدل بطريقة ما تتصورش. واستغرب ستو ازاي وعمته ازاي وعمامه ازاي وده كله في البيت، وازاي دول يمسحوش يعني. ازاي يعني الناس دي، يعني الناس دي عايزه كلهم ينشنكم. ازاي انا ابقى في البيت وسيد وده وده وابوه بضرب حواش مش نازل من السما؟ لو في اي خناقه في الشارع انت مش بتحوش او واحد او كده، طيب ازاي دي ما تحوش عن عيالهم يا ده يعني اعز الولد ولد الولد، ليه هي مش تحوش؟ احنا خايفين لان انا في شغلي وبيتي بعيد عن بيت اختي، وجوز اختي بيمشي على شغله الساعه 6 الصبح، فاختي بتفضل هنا لوحدها، فهو هروبه بره دلوقتي. احنا خايفين، هو واحد دلوقتي يعتبر منهي، هو دلوقتي شايل كفنه على ايديه. احنا خايفين مثلا نسيب اختنا لوحدها هو يخش عليها ومش حد معاها. احنا بيتنا بعيد عن بيت اختي حوالي 2 كيلو. حاجة مش ممكن، زي ما بقول لكم ده بيحتاج. أنا أتمنى الجمعيات المعنية بالأسرة وبالطفولة لما بتشوف حالات زي دي، لأن دي بتحتاج لعلاج نفسي وتحتاج لتأهيل. يعني فكرة الأب اللي يعذب الأطفال والمخدرات وطفل يموت، والحالة اللي احنا شايفينها إنه كمان الأطفال ملك للإنسانية، ليسوا ملكا لأبيهم، خاصة لما يكون بهذا الشكل يعني.